بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوات الطالبات، نلتقي في مساق اللغة الإنجليزية الطبية وفي اليونت رقم 3 في الوحدة الثالثة في المصطلحات المتعلقة بالجهاز التنفسي breathing system. في البداية إن شاء الله هنتعرف فيك لمحة تشريحية عن الجهاز التنفسي، هو respiratory system أو بنسميه أيضا breathing system. عندنا أول عضو بيدخل منه الهواء هو النوز، الأنف، والكومبايننج فورم الدال عليه في عندي تو كومبايننج فورم، إما نازو وإما راينو. ثم بعد ذلك الهواء ينتقل في شيء بنسميه أنبوب يسمى البلعوم اللي هو الفارينكس. فارينكس والكومبايننج فورم الدال عليه فارينجو. هذا البلعوم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء اللي خلف الأنف نسميه نازو فارينكس، نسميه نازو فارينكس، والكومبايننج فورم الدال عليه نازو فارينجو، نازو فارينجو. في عندي برضو بلعوم أنبوب هذا يمتد حتى يصل إلى خلف الفم، تجويف الفم، نسميه أورو فارينكس، واللي عند الحنجرة هان واصل نسميه لارينجو فارينكس. لكن مطلوب منا إحنا هنا هي النازو فارينكس، البلعوم الأنفي، والكومبايننج فورم الدال عليه نازو فارينجو. بعد هيك بينزل الهواء على اللارينكس اللي هي الحنجرة، والكومبايننج فورم الدال عليه لارينجو، لارينجو. بعد هيك بيدخل في أنبوب طويل يسمى تراكية، القصبة الهوائية، والكومبايننج فورم الدال عليه تريكيو، تريكيو. القصبة الهوائية تتفرع إلى فرعين، إلى أنبوبين صغيرين بنسميهن كل واحدة بنسميها برونكس، شعبة هوائية، ومجموعهم التنتين مع بعض جمعهم برونكاي. هذه يعني من الأشياء اللي الجمع تبعت أي كلمة بتنتهي بيو أس نجمعها بآي، يعني برونكس جمعها برونكاي، مفرد برونكاي برونكس. زي حتاخد إن شاء الله في الميكروبيولوجي الأحياء الدقيقة في بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس، ومجموع البكتيريات أو كولوني مستعمرة من البكتيريا هذه نسميها ستريبتوكوكاي. فإذا أي مصطلح أو أي كلمة تنتهي بيو اس مفردة بنجمعها بنضيف بدل اليو اس اي. فعندي الشعب الهوائية تسمى برونكس، والشعبتين مع بعض مجموعهم نسميهن برونكاي. الكومبايننج فورم الدال عليها هي برونكو. بعد هيك بيدخل الشعب الهوائية هذه تتفرع إلى شعيبات صغيرة، هذه الشعيبات الصغيرة تسمى برونكيولز، تسمى إيش؟ برونكيولز، شعيبات صغيرة. هذه الفروع الصغيرة اللي موجودة داخل الرئتين تسمى برونكيول، والكومبايننج فورم الدال عليها برونكيولو. مش موجودة عندي في الصورة هان، ولكن هنتعرف إلها من المصطلحات اللي حتمر معانا. إذا البرونكاس هي الفرع الكبير، والفروع الصغيرة هذه بنسميها برونكيول، والكومبايننج فورم الدال عليها بنسميه برونكيولو. نيجي للرئتين، الهواء بس يدخل عن طريق، إذا عن طريق النوز، بعدين على الفارينكس، بعدين على اللارينكس، بعدين التراكية، بعدين برونكاي، وبعد هيك بخش على برونكيول، شعيبات صغيرة، لما يصل لإشي بنسميها الفيولاي، الحويصلات الهوائية. هذه الحويصلات الهوائية موجودة وين؟ موجودة داخل الرئتين. الرئتين اسمها الرئة لانج، والرئتين لانجز. الكومبايننج فورم الدال عليها نيمونو، نيمونو يعني رئة، أو ممكن نلاقيها نيمو، ولكن نيمو تأتي بمعنى آخر هواء أو غاز، ولكن ممكن تأتي بمعنى رئة. والكومبايننج فورم الثالث هو بلمونو. إذا لو لقيت أي كومبايننج فورم بلمونو معناه رئة، نيمونو معناه رئة، نيمو معناه رئة، ولكن نيمو تأتي أيضا بمعنى هواء أو غاز. زي حيمر علينا مصطلح اسمه نيمو ثوركس، ثوركس يعني الصدر، ونيمو يعني هواء، يعني تجمع هواء في تجويف الصدر في البلورال كافيتي. الرئتين هذه مقسمة عن طريق البرونكاي، هدول المين برونكاي، إلى فلقات، إلى أجزاء نسميها فصوص
أو بنسميها بالإنجليش لوب. فهنا عند الرئة اليسرى مقسمة إلى تو لوبس، إلى فصين، والرئة اليمنى مقسمة إلى ثري لوبس. هذه اللوب معناها جزء من الرئتين مفصولات عن بعض، ولكن كلهم بيدخل الهواء لهم من مصدر واحد، فبنسميها لوبو. لوبو معناها فلقة أو فص، أي جزء من الرئتين. بالوقت في عندي عضلة تفصل ما بين التجويف الصدري والتجويف البطني، هذه العضلة على شكل قبة دم شيب بنسميها ديافراجم. ديافراجم يعني الحجاب الحاجز، والكومبايننج فورم الدال عليها فرينو. فرينو الضلوع الموجودة في القفص الصدري معناها ريبس، والكومبايننج فورم المدال عليها كوستو. كوستو لقيت في حوالين الرئتين غشاء، هذا الغشاء يحيط بالرئتين زي ما احنا شايفين، هذا اللي انا بأشر عليه بالماوس، هذا غشاء بنسميه سيروس ميمبرين، غشاء رقيق يحيط بالرئتين. وهذا الغشاء يتكون من طبقتين، طبقة ملتصقة بالرئة تسمى فيسترال بلورا، أو بسموها إنر بلورا، يعني الطبقة البلورية الداخلية. وفي طبقة ملاصقة لجدار الصدر تسمى، اللي هي هذه الطبقة تسمى بارايتال بلورا، أو بنسميها أوتر بلورا. وما بين التنتين هذول الإنر والأوتر يوجد فراغ بنسميه كافيتي، تجويف يسمى بلورال كافيتي. يسمى ايش؟ بلورال كافيتي. اذا البلورا هي الغشاء البلوري المحيط بالرئتين، يحيط بالرئتين، يغلف الرئتين. وهذا يتكون، والكومبايننج فورم تبعه هو بلورو، يتكون من طبقتين، طبقة داخلية وطبقة خارجية. الطبقة الداخلية تحيط بالرئتين، والطبقة الخارجية تحيط بجدار الصدر، وما بينهما تجويف يسمى بلورال كافيتي. يسمى بلورال كافيتي. آخر حاجة عندنا هي استيثو، يعني صدر بريست، وهذه بنلاقيها فقط لما السماعة الطبية معناها استيثوسكوب. سكوب زي ما بنعرف هي منظار، ولكن أنا يقصد بها سماعة الطبيب اللي بيسمع فيها الأصوات، الهواء الداخل الرئتين، وبيسمع فيها صوت القلب. مش هيمر علينا استيثو إلا مصطلح واحد اسمه استيثوسكوب، معناها سماعة الطبيب. هان عشان توضح قصة البلورا والبلورا الكافيتي، هي هذه الرئة وفي عليها غشاء، غشاء داخلي هيو يسمى إنر بلورا، أو سميناها فيسترال بلورا، يعني الطبقة الحشائية، يعني تيجي على اللنج الحشاء. وفي طبقة على جدار الصدر الخارجي بنسميه اوتر بلورا، وبينهم في سبيس تسمى بلورا الكافيتي. إذا تجمع هواء في هذا البلورا الكافيتي بنسميه نيموثوركس. هي هذه الطبقة الداخلية وهي الطبقة الخارجية، بينهم في تجويف، إذا تجمع فيه هواء بنسميه نيموثوركس، وإذا تجمع فيه دم بنسميه هيموثوركس، وإذا تجمع هواء ودم بنسميه نيمو هيمو ثوركس. هيمر علينا لقدام، بس أنا وضعت الصورة عشان تكون هذه إيش عندنا واضحة الصورة لإلنا. نيجي نتعرف على البريفكسز الكومون في هذا الشابتر، مش هعيد كل البريفكسز اللي مرت علينا، فقط هحكي على البريفكس والسفكسز والرو والكومبايننج فورم الموجودة في هذا الشابتر. في عندنا هيمر علينا بريفكس هايبو معناها لو أو بلو. هايبو لو او بلو، منخفض يعني مستوى منخفض او تحت اشي، يعني مثلا بقول هايبو جاستريك يعني بإشي متعلق بشيء تحت المعدة. ممكن اقول هايبو تنشن يعني انخفاض ضغط الدم. فمعنى هايبو بتيجي بمعنى منخفض او بتيجي بمعنى بلو. هايبر عكس هايبو، معناها اكسسيف يعني اشي مرتفع، او اباف يعني فوق، زي ما اقول هايبر تنشن ارتفاع ضغط الدم. انتر معناها بتوين يعني بين، زي قلنا هنا عندنا الضلوع معناها كوستو، ان ما بين الضلوع في عضلات، هذه العضلات بنسميها انتر كوستال ماسلز، العضلات ما بين الضلوع. تاكي معناها فاست سريع، تاكبنيا يعني نفس سريع. برادي معناها سلو، برادبنيا معناها نفس بطيء.
دسنيا معناها difficulty، دسنيا معناها صعوبة بالتنفس. إذن البريفيكسز هذه مهمة جدا حفظها ونضيفها على البريفيكسز اللي أخذناها في المحاضرات السابقة. هذه البريفيكسز جديدة، أول مرة حتمر علينا في هذا الشابتر، ممكن تمر علينا بريفيكسز أخذناها فيما سبق. نيجي للسافيكسز، هذول كلهم جداد ولا واحد مر علينا قبل هيك. في سافيكس ريا معناها اكسسيف ديسشارج، يعني سيلان شديد. والله انسان عنده سيلان من الانف، نقول راينوريا. راينو معناها انف، وريا معناها اكسسيف ديسشارج، يعني اكسسيف ديسشارج فروم ذا نوز، يعني سيلان شديد من الانف. بنية معناها بريثينج، تنفس. مر علينا قبل هيك بريفكس اسمه ايه يعني without. لو الانسان انقطع النفس تبعه بنقول صار عنده ابنيه، ابنيه. فالايه هنا نافيه معناها without breathing، يعني هذا الانسان عنده انقطاع في التنفس. فاي مصطلح في نهايته مقطع ابنيه معناها breathing. كابنيه معناها كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون له نسبه في الدم من 35 ل 45 ملي كوفلنت لكل لتر. لو ارتفع عن هذا المستوى في الدم بنقول والله في ارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون، بنسميها هايبر كابنيا. طب لو انخفض بنقول هايبو كابنيا. فإذا كابنيا كربون دايوكسيد. سنتيسز معناها ثقب جراحي، بنكشر. واحد عنده تجمع سوائل حوالين الرئتين، بدنا احنا نسحب هذه المية، بنقول عملنا له بلورو سنتيسز، يعني سحب لهذه السوائل من البلورال كافيتي. في الغالب هذا المصطلح او هذا السفكس بنحطه لما نسحب سوائل ونعمل ثقب جراحي عشان نسحب هذه السوائل. ديسز معناها ادهيجن، يعني التصاق. يعني لو هدول الطبقتين تبعت الفيسرال بلورا او الانر بلورا والاوتر بلورا التصقوا مع بعض، بقول والله صار في عندي بلورو ديسز. بلورو ديسز. رافي معناها سوتشرينج، تخيط او قطب جراحي، قطب جراحي او تغريز. سوتشرينج انتو، يعني واحد عملنا له جرح جراحي او كاتنج للرئه وبعد هيك غرزها الطبيب، بنقول عمله نيمونو رافي او بلمونو رافي، بلمونو رافي او نيمونو رافي. دينيا معناها بين، ألم. آري معناها بيرتينين تو، متعلق ب. اكتيسز معناها ديلاتيشن، توسع، في الغالب توسع غير طبيعي. ميتر معناها انسترومنت تو ميجر، جهاز لقياس. متري عملية القياس، تكنيك اوف ميجرينج. اوكسيا معناها اكسجين، يعني اكسجين. بيكسي معناها فيكسيشن، تثبيت. بليجيا معناها باراليسز، شلل. بلاستي سيرجيكال ريبير، يعني تصليح جراحي او عمليه تجميليه. سبازم معناها انفولنتري كونتراكشن، انقباض لا ارادي. ستينوسيس ناروينج، يعني تضييق او ضيق. واحد صار عنده ضيق في الايش، في البرونكاي، الشعب الهوائية، بقول صار عنده برونكوستينوسيس، برونكوستينوسيس. أو صار عنده انقباض في هذه الشعيبات الشعب الهوائية، بقول صار عنده برونكوسبازم، برونكوسبازم. تمر علينا المصطلحات ونتعرف على المعاني تبعت. آخر إشي في المقدمة هي الكومبايننج فورم. إيش أشهر الكومبايننج فورم؟ حكيتها لما شرحت على الرسمة، وهيني بدي أعيدها للمرة الثالثة. راينو معناها نوز، أنف. نازو معناها نوز، أنف. تنتين بالتبادل بأستخدمهم. نازو فارينجو معناها البلعوم الأنفي، نازو فارينجس. طب لو قلنا أورو فارينجو معناها البلعوم الفموي. طيب لارينجو فارينجو معناها البلعوم الإيش، الحنجري. فارينجو معناها فارينجس، البلعوم. جلوتو جاية من كلمة جلوتس، الأحبال الصوتية جاية على شكل حرف الـ V. هذه المسافة ما بين الحبلين الصوتيين بنسميها جلوتس. لقيت هذه هيك في الحنجرة، في جاية عليها غضروف،
هذا الغضروف بنسميه ايبيجلوتيس، وهذا مهم جدا. لما الانسان يبلع بسكر على الاحبال الصوتيه والحنجره وبيمنع انه الانسان يتشردك بالطعام اللي بتناول. فاذا جلوتيس هي الفتحه ما بين الاحبال الصوتيه. ايبيجلوتيس هي الايبيجلوتو، ايبي يعني فوق، وجلوتو الفتحه بين الاحبال الصوتيه، فهو لسان المزمار. لسان المزمار هو عباره عن غضروف موجود فوق الفتحة الموجودة بين الأحبال الصوتية، وهذه مهمة جدا زي ما حكينا عشان نمنع إنه الإنسان يتشردك بالطعام أثناء البلع. أثناء البلع بسكر على الحنجرة وبيفتح الإزوفيغس المريء وبينزل الطعام إلى المعدة. لارينجو معناها لارينكس، حنجرة. برونكيو أو برونكي أو برونكو معناها برونكس، شعبة هوائية. طيب الشعيبات الهوائية الصغيرة معناها برونكيولو، شعيبات هوائية برونكيول. تراكية قصبة هوائية، الكومبايننج فورم تبعها تريكيو. طيب الغشاء البلوري بلورو، بلورا. الهواء أو الرئة نيمو، اير أو غاز أو لنج. نيمونو لنج أو اير، رئة أو هواء، لكن في الغالب نستخدم نيمونو للرئة ونيمو للهواء. فرينو ديافراجم، الحجاب الحاجز. لوبو لوب زي ما حكينا، خلقة من الرئتين. بلمونو يعني لنج، رئة. ستيثو زي ما حكينا بريست، صدر أو ثدي. ثوراكو معناها ثوركس أو شست، صدر. كوندرو مر علينا في شابتر سابق، كارتيليج غضروف. والريبس العضلات الضلوع، كوستو ريب. الفيولو الفيولاي يعني الحويصلات الهوائية، الرئة فيها ملايين من الحويصلات الهوائية التي تتم فيها عملية تبادل الغازات ما بين الرئتين، الحويصلات الهوائية وما بين الدم. هذه الحويصلات الهوائية بيكون فيها مستوى الأكسجين عالي فبينتقل إلى الدم، وبيكون فيها مستوى الكربون دايوكسيد ثاني أكسيد الكربون منخفض فبينتقل من الدم إلى الحويصلات الهوائية، وبالتالي بتصير عملية تبادل الغازات ما بين الهواء الداخل على اللنج أو ما بين الحويصلات الهوائية وما بين الدم. سيانو معناها بلو يعني أزرق. سبايرو معناها تو بريث يعني للتنفس. كوستو معناها ريب يعني ضلع. هذه أغلب الكومبايننج فور، ما دول مهمات يجب حفظهم وفهمهم، ومن خلالهم حنفهم المصطلحات الطبية التالية. نبدأ راينوسكوبي. راينوسكوبي، راينو معناها نوز، والسفكس سكوبي مر علينا قبل هيك، تكنيك تو فيو، عملية تنظير. طب تنظير لمين؟ تنظير للأنف. إذا المينينج تكنيك تو فيو ذا نوز، عملية تنظير للأنف لمشاهدة الأنف من الداخل. يعني انسان بيجي يتنفس في عنده صعوبه في النفس من الانف، بروح نحط هذا المنظار اسمه راينوسكوب، والعمليه اللي بنعملها للمريض اسمها راينوسكوبي عشان اشوف الانترنال ستراكشر تبعت النوز. طيب راينوباثي، راينو كومبايننج فور مينز نوز انف، وباثي مر علينا قبل هيك، هذا السفكس معناه ديزيز، يعني هنا بتيجي معناها ديزيز اوف ذا نوز، مرض في الانف. نيجي لمصطلح جديد، راينالجيا. راينالجيا راينو نوز، والجيا بين او كونديشن اوف بين، الم. لقيت الراجع مع بعض قواعد ربط الكومبايننج فور مع السفكس. هنا الكومبايننج فور ينتهي بحرف عله والسفكس يبدا بحرف عله، ايش قلنا القاعده بتقول؟ يحذف حرف الاو. فايش هنا المصطلح صار؟ راينالجيا. راينالجيا بقولش راينو الجيا، لا بقول راينالجيا. ليش حذفت حرف الاو؟ لانه السفكس بدا بحرف عله هو حرف الاي، فيحذف حرف الاو من الكومبايننج فور. فمعنى راينالجيا معناها الم في الانف، بين ان ذا نوز. نيجي لمصطلح جديد، راينايتس. راينايتس راينو معناها نوز انف، وايتس يعني انفلاميشن. inflammation of the nose، التهاب الأنف. وهنا بنأكد قاعدة الكومبايننج فورم نهايته حرف الأو والسفكس حرف علة بدايته، فتحذف الأو
وبنلصق فيها السفكس راينايتس. بقولش راينوايتس غلط، بقول راينايتس. راينوريا، راينوريا. أنا أشوف هاي راينو معناها نوز أن، وريا معناها قلنا excessive flow أو discharge، إفرازات أو سيلان من الأنف. هنا لو تشوف أنا في القواعد بتاعت الكومبايننج، الكومبايننج فورم في حرف الأو، وأول حرف من السفكس ليس حرف علة، إذا بحافظ على حرف الأو، فبصير راينوريا، راينوريا. ليش ما حذفناش حرف الأو؟ لأنه السفكس بدأ بحرف ليس حرف علة، حرف كونستانت. الميننج excessive flow أو discharge from the nose، سيلان أو إفرازات من الأنف. راينوبلاستي، راينو معناها نوز، وبلاستي suffix معناها surgical repair يعني إصلاح جراحي، يعني واحد عنده انحراف في الأنف، انحراف في الحاجز الأنفي، بيجي الطبيب بيعمل له إصلاح، بيصلحه وبيخليه شكله كويس وحلو ومرتب وبرجعه للوضع الطبيعي. بنقول ايش العملية اللي عملنا له اياها، عملية التجميل للأنف أو عملية الإصلاح الجراحي للأنف، بنسميها راينوبلاستي. وزي ما احنا شايفين في القواعد احتفظنا بحرف الأو لأنه الحرف الأول من السفكس حرف بي وليس حرف علة. نازو جاستريك، نازو معناها نوز أنف، وجاسترو معناها ستومك، مرت علينا في الشابتر السابق معدة، والإك سافكس معناها بيرتينينج تو، بيرتينينج تو نوز أند ستومك، متعلق بالأنف والمعدة. في عنا أنبوب، أنبوب بنحطه للمرضى اللي بيقدروش يبلعوا، هذا الأنبوب بيصل من النوز حتى المعدة، بنسميه نازو جاستريك تيوب، نازو جاستريك تيوب. نازو إيزوفيجيال، أول واحد كومبايننج فورم هنا وليس بريفكس، كومبايننج فورم معناه نوز أنف، والكومبايننج فورم الثاني إيزوفيجو معناها إيزوفيجاس المريء، وإيال إيال معناها بيرتينينج تو متعلق بي، إذا هذا متعلق بي بيرتينينج تو نوز أند إيزوفيجاس، نوز أند إيزوفيجاس، هنا ليس بريفكس النازو ولكن كومبايننج فورم الأول. فرنجلجيا، فرنجلجيا، فرنجو combining form meaning pharynx بلعوم، والجيا is a suffix meaning ألم بين. فإيش بده يصير المصطلح؟ بين in the pharynx، لو نسيت أكتب condition of مش مشكلة، لكن أعرف الجيا معناها بين، بين in the pharynx يعني ألم في البلعوم. هنا هاي الملاحظة تبعتنا الكومبايننج فورم لما اربطه مع سافكس بطلع على الحرف الاول من السافكس، انا حرف عله اذا احذف حرف الاو، فبقولش فرنجو الجيا، لا بقول فرنجلجيا، فرنجلجيا معناها الم في البلعوم بين ان ذا فارينكس. فرنجوريا، فرنجو it is a combining form meaning pharynx يعني بلعوم، وريا it is a suffix مرت علينا قبل هيك excessive flow أو discharge، فإذا معناها excessive flow أو discharge from the pharynx. إذا قلت لي excessive flow of the from the pharynx صحيحة، قلت لي discharge from the pharynx صحيحة، معناها سيلان من البلعوم أو إفراز من البلعوم. نيجي pharyngoblasty، مرت علينا rhinoblasty، قلنا بلاستي it is a suffix mean surgical repair تصليح جراحي، فارينجو it is a combining form meaning pharynx بلعوم، وبلاستي it is a suffix meaning surgical repair تصليح جراحي، فبصير معنى المصطلح فارينجو بلاستي surgical repair of the pharynx تصليح جراحي للبلعوم. نيجي للمصطلح اللي بعدي راينو فارينجايتس، راينو فارينجايتس. الكومبايننج فورم الاول راينو والكومبايننج فورم الثاني فارينجو، وهنا بنلاحظ انه على كلا الحالتين، على كلتا الحالتين لما اربط كومبايننج فورم مع كومبايننج فورم يبقى حرف الاو بغض النظر عن ايش هو الحرف الاول من الكومبايننج فورم الثاني، اذا كان هنا حرف عله يبقى حرف الاو، لم يكن حرف عله يبقى حرف الاو، فهيو راينو فارينجو. الوقت هنا ايتس
معناها inflammation. بس هنا الفرنجو الاو وهنا السافكس لما اربط كومبايننج فور مع سافكس والسافكس يكون في حرف عله اوله وبعدف الاو فبقول راينوفارينجايتس راينوفارينجايتس. راينو يعني نوز، انف، فارنجو يعني ثارينكس بلعوم، وايتس يعني انفلاميشن التهاب. فمعنى المصطلح inflammation of the nose and pharynx، التهاب في الأنف والبلعوم. Laryngology. Laryngology. Laryngo it is a combining form meaning larynx، حنجرة. Logy it is a suffix meaning study of، علم أو دراسة. فبصير معناها study of the larynx هو علم من علوم الطب أو تخصص من الطب يهتم بدراسة الحنجرة، ما يتعلق بالحنجرة من أمراض، من تشريح، من باثوفسيولوجي، من وظائف، أي شغلة متعلقة بالحنجرة بيدرسها علم اللارينجولوجي. لارينجو فارينجكتومي. لارينجو فارينجكتومي. عندي أول هنا ليست بريفكس ولكن كومبايننج فورم، خطأ مطبعي في السلايد. فالبريفكس الكومبايننج فورم الأول هو لارينجو ومعناه لارينكس، والكومبايننج فورم الثاني فارينجو معناها فارينكس، والسافكس اكتومي معناها ريموفال. إذا هنا معنى المصطلح لارينجو فارينجكتومي، لارينجو فارينجكتومي معناها ريموفال اوف ذا لارينكس اند فارينكس، استئصال الحنجره والبلعوم. لارينجوسكوبي. لارينجوسكوبي. لارينجو از ا كومبايننج فورم مينينج لارينكس حنجره، وسكوبي تكنيك تو فيو هي عمليه تنظير لرؤيه مين؟ لرؤيه اللارينكس، بدي افحص اللارينكس واشوفه وافحصها بالمنظار بسميها عمليه لارينجوسكوبي. طب لو قلنا ايش المنظار اللي بدي استخدمه؟ اسمه لارينجوسكوب، منظار الحنجره، لكن عمليه التنظير بنسميها لارينجوسكوبي. تكنيك تو فيو ذا لارينكس، عمليه تنظير الحنجره. طيب المصطلح اللي بعديه راينو لارينجولوجي. راينو it is a combining form meaning nose أنف، ولارينجو it is a combining form meaning larynx حنجرة، ولوجي معناها suffix هي suffix معناها study of. إذا معنى راينو لارينجولوجي study of the nose and the larynx، علم يهتم بدراسة الحنجرة والأنف. نيجي لمصطلح epiglottitis. epiglottitis. ايبي معناها هذه صفه بريفكس معناها ابوف، وجلوتو كومبايننج فورم قلنا معناها جلوتس اللي هو الفتحه ما بين الحبلين الصوتيين في الحنجره، والسافكس ايتس معناها انفلاميشن، فهي انفلاميشن اوف ذا ايبيجلوتس، التهاب لسان المزمار هو الغضروف فوق الفتحه ما بين الحبلين الصوتيين. تريكيوتومي. تريكيوتومي. تريكيو it is a combining form means trachea قصبة هوائية، وتومي it is a suffix means incision into شق جراحي، يعني الطبيب بده يعمل عملية جراحية في التريكيا فبروح هو بالمشرط مازع التريكيا عامل جرح فيها، هذا الجرح ايش بنسميه؟ تريكيوتومي. تريكيوتومي. فمعنى تريكيوتومي انسجن انذو انتو تراكيا شق جراحي في القصبة الهوائية. تريكيوستومي. تريكيو معناها تراكيا قصبة هوائية، وستومي معناها فورميشن اوف ان اوبننج انتو عمل فتحة، فبصير معنى تريكيوستومي فورميشن اوف ان اوبننج انتو ذا تراكيا عمل فتحة في القصبة الهوائية. اذا بدي اميز وافرق بين التريكيوتومي والتريكيوستومي. تريكيوتومي مزع جراحي، شق جراحي. تريكيوستومي اعمل اوبننج فتحه داخل القصبة الهوائية. في ناس بيكون عندهم مشاكل في اللارينكس او مشاكل في البلعوم او في عندهم مشكله في التنفس، صعوبه في التنفس، بروحهم عاملين لهم فتحه في وين؟ في التراكيا، وبحطوا لهم فتحه خارجيه بصير المريض يتنفس من هذه الفتحه، هذه بنسميها تريكيوستومي. برونكوريا. برونكوريا. برونكو it is a combining form meaning bronchi شعب هوائية، وريا مر علينا قبل هيك معناها سيلان discharge أو excessive flow أو إفرازات. فمعنى برونكوريا
discharge from the bronchi, إفرازات من الشعب الهوائي. برونكوغرام، برونكو زي ما حكينا combining four means شعب هوائية برونكاي، والجرام it is a suffix meaning X-ray، صورة أشعة سينية. فلما أعمل صورة أشعة سينية للبرونكاي بنسميها X-ray of the bronchi، يعني صورة أشعة سينية للشعب الهوائية، بعمل صورة X-ray أشعة للشعب الهوائي. برونكوسكوبي، إذا لاحظتوا كل هذه السفكسز والبريفكسز قاعدة تتكرر، فقط بتغير الكومباينينج فورم. فمهم جدا تحفظوا البريفكسز وتحفظوا السفكسز أول بأول، بس بضل عليكم في كل شابتر تحفظوا الكومباينينج فورم وتحللوا وتجيبوا الميننج تبع كل مصطلح طبي بمر عليكم في الشابتر. فبرونكو، برونكوسكوبي، برونكو معناها برونكاي شعب هوائية، وسكوبي سفكس معناها تكنيك تو فيو، عملية تنظير. إذا عملية تنظير للشعب الهوائية تكنيك تو فيو ذا برونكاي، تكنيك تو فيو ذا برونكاي. طب إيش هو الجهاز اللي أنا بعمل فيه برونكوسكوبي؟ هو جهاز اسمه برونكوسكوب. برونكو كومبايننج فور معناها برونكاي شعب هوائية، وسكوب سفكس معناها انسترومنت تو فيو يعني منظار، والميننج تبع برونكوسكوب انسترومنت تو فيو ذا برونكاي يعني منظار الشعب الهوائي. برونكوبليجيا، اي مر علينا سفكس جديد اسمه بليجيا. بليجيا معناها كونديشن اوف باراليسيس. لو نسيت لكونديشن اوف باراليسيس وكتبتي لي فقط باراليسيس شلل، ممتاز. اذا بليجيا معناها باراليسيس شلل. شلل وين طيب؟ في البرونكاي. هذه البرونكاي الشعب الهوائية فيها عضلات تسمى سموث مصل، عضلات ملساء، وهذه عضلات لا إرادية. إذا صار فيها شلل وارتخت على الآخر وما بطلت لا تنقبض ومنبسطة على طول بنسميه صار في عندها برونكوبليجيا، يعني باراليسيس أوف برونكاي، شلل الشعب الهوائي. برونكو رفي، أي هذا برضو رفي مصطلح جديد أو سافكس جديد. برونكو معناها برونكاي، it is a combining form، ورافي معناها suffix. suffix هي عبارة عن suffix معناها suturing of، suturing of تغريز. يعني أجا طبيب جراح بده يعمل عملية في البرونكاي، راح وهو عمل شق جراحي. إيش اسمه هذا الشق الجراحي؟ برونكوتومي، برونكوتومي. طيب بعد ما جرح بالمشرط بده يغرز، ايش العمليه بنسميها؟ برونكورافي. اذا لما يجي بالمشرط يمزع البرونكاي بنسميها برونكوتومي، ولما يجي بالغرز بده يغرزها بنسميها برونكورافي، برونكورافي. اذا رافي معناها سوتشرينج، تغريز. اذا سوتشرينج اوف ذا برونكاي، تغريز او قطب جراحي للشعب الهوائي. برونكيكتيسيس، هاي كمان سافكس جديد. اكتيسز، اكتيسز معناها دايلاتيشن، توسيع غير طبيعي. والكومبايننج فورم برونكيو معناها برونكاي شعب هوائيه، فبرونكي اكتيسز معناها توسع في الشعب الهوائيه، دايلاتيشن اوف ذا برونكاي، توسع غير طبيعي للشعب الهوائيه. برونكوميكوسيس، برونكو كومبايننج فورم معناها برونكاي، ومايكو هي عبارة عن فانجاي أو فانجس، فانجاي في أنا حرف الآي بعد الجي، فطريات. وأوسيس سافكس معناها abnormal condition، إذا هي abnormal condition of fungi in the bronchi، حالة مرضية من وجود فطريات في الشعب الهوائية. برونكوجينيك، برونكو it is a bronchi combining four means bronchi شعب هوائية، وجينيك suffix معناها pertaining to formation أو origin، متعلق بتكوين أو بنشوء شيء من الشعب الهوائية. pertaining to formation of bronchi، متعلق بتكوين الشعب الهوائية، أو originated in the bronchi، يعني هذا الشيء نشأ من الشعب الهوائية. برونكو سبازم، برونكو معناها برونكاي شعب هوائية، وسبازم معناها involuntary contraction، انقباض لا إرادي. فإيش المعنى بصير؟ involuntary contraction of bronchi، انقباض الشعب الهوائي.
بيجي للتريكيو برونكيال. الكومبايننج فورم الاول التريكيو، وهذا راجع لمين؟ للقصبة الهوائية التريكيا. والكومبايننج فورم الثاني برونكيو، معناها ايش؟ او برونكو، الشعب الهوائية. سافكس اللي هو الآل بيرتينينج تو، يعني متعلق ب، بيرتينينج تو تريكيا اند برونكاي، متعلق بالقصبة الهوائية والشعب الهوائية. لارينجو تريكيو برونكايتس، شايفين قديش في عندي هنا ثلاثة كومبايننج فورم. الكومبايننج فورم الأول لارينجو يعني لارينكس، حنجرة. الكومبايننج فورم الثاني تريكيو، تراكية، قصبة هوائية. والكومبايننج فورم الثالث برونكو يعني برونكاي، الشعب الهوائية. والسافكس الموجود عندي ايتس، معناها انفلاميشن، التهاب. اذا هذا التهاب موجود في اللارينكس والتراكية والبرونكاي، التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية. برونكو ايزوفيجوستومي، برونكو ايزوفيجوستومي. كومبايننج فورم الاول برونكو، والكومبايننج فورم الثاني ايزوفيجو يعني ايزوفيجس المريء، وبرونكو يعني برونكاي شعب هوائية، وستومي معناها فورميشن ان اوبننج، عامل فتحة. وين الفتحة عملناها؟ ما بين البرونكاي وما بين الايزوفيجس. فالفورميشن اوف ان اوبننج بتوين ذا برونكاس اند ايزوفيجس، عامل فتحة بين الشعب الهوائية والمريء. برونكيولايتس، قلنا في برونكاي وفي برونكيول. برونكاي شعب هوائية، شعبتين هوائيات كبار، وبرونكيول هي شعبيبات صغيرة متفرعة من هذه الشعب الكبيرة. فبرونكيولو معناها برونكيولس، شعيبات هوائية صغيرة. والسافكس ايتس معناها التهاب انفلاميشن، فبيطلع معنى المصطلح انفلاميشن اوف ذا برونكيولز، التهاب الشعيبات الهوائية. الفيولايتس عند الكومبايننج فورم الفيولو يعني الفيولاي، حويصلات هوائية وهي المسؤولة عن تبادل الغازات في الرئتين. السافكس ايتس صار معروف لأن انفلاميشن، فصار عندي انفلاميشن اوف ذا الفيولاي، التهاب الحويصلات الهوائية. هايبوكسيا بريفكس هايبو، بريفكس معناه لو او بلو، انخفاض او نقص. وأوكسيا it is a suffix meaning oxygen، oxygen. فعند إيش معنى هيبوكسيا؟ هي deficiency of oxygen in the tissue، يعني نقص الأكسجين عن الأنسجة. نقص الأكسجين عن الأنسجة إيش بيعمل لي؟ بيعمل لي cyanosis يعني إزرقاق. هيعمل لي إيش؟ cyanosis، هاي هو المصطلحان. cyano معناها blue، combining form معناها blue أزرق. oosis abnormal condition، حالة مرضية من إزرقاق الجلد. طب من إيش ناتج الإزرقاق؟ من نقص الأكسجين، يعني من إيش؟ من الهيبوكسيا. إذن الهيبوكسيا تؤدي إلى سيانوسز. فلو أجالي طفل أو مريض عنده إزرقاق في الجلد تبعه، بتعرف إنه هذا نتيجة هيبوكسيا، نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. طيب في عندي بريفكس هايبر، هايبر كابنيا، هايبر كابنيا. هايبر معناها excessive or above، وكابنيا it is a suffix معناها carbon dioxide. إذا معنى المصطلح ارتفاع الكربون دايوكسيد في الدم، ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الدم. طيب نقفل عند هنا في منتصف الشابتر، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم من الأسبوع القادم بنكمل في شابتر 3 أو يونت 3، وبننتهي إن شاء الله من هذا الشابتر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.